ببركة الله تعالى متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. لازالت الانطلاقات مستمرة ومتواصلة في ميدان الشهيد ضمن منافسات بطولة الكويت للهجن العربية الأصيلة هنا من مسافة 8 كيلومترات. ينطلق الشوط الخامس والمخصص للثنايا الأبكار، خصصت سيارة كجائزة لصاحبة المركز الأول وصاحبة هذا اللقب. متابعينا الكرام، ننطلق ونسير مع الصدارة ومع المقدمة لنرى على أول المراكز، لنرى مع أول المراكز. هنالك تحديات ومنافسات، شعار الفيلسوف من انتزع رمز الثنايا القعدان حاضرا الآن ومنطلقا. مطره أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم لنا مطره على المركز الأول هنا قادما من دولة الإمارات، متحديا ومندفعا في صدارة هذا الشوط. نقلتنا متابعين الكرام إلى المركز الثاني ليرى طوالي لملحان بن راشد بن حبيبة المري من يتواجد مع ثاني المراكز بتحديات أبناء دولة قطر ومنافساتهم على المركز الثاني. نقلتنا متابعين الكرام إلى ثالث المراكز ليرى الحضور من خيرة لجار الله بن سعيد بن صميخ بن بريك آل صميخ مع المركز الثالث، هنا يتقدم مع خيرة الضيفة العانية من دولة قطر الشقيقة متواجدة ومنطلقة على المركز الثالث متسللة إلى المركز الثاني وعينها على صدارة هذا الشوط. المركز الرابع، هذه هي شواهين من تنطلق بشعار الإعلامي سطام بن علي بن شبيب أسهلي من يحضر وينطلق مع آمال وطموحات أبناء دولة الكويت متواجدين على المركز الرابع. والمتابع لشواهين هو المبدع دائما طحنون الجحافي من يتقدم ويقدم لنا هذه البطلة على رابع المراكز. نقلتنا متابعين الكرام إلى المركز الخامس، هنالك بتحديات صعب المضمرين من يتواجد وينطلق مع الوسمية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي حاضرا ومنطلقا، أبناء دولة الإمارات الشقيقة حاضرين ومنطلقين بتحديات صعب المضمرين على المركز الخامس. هكذا متابعين الكرام أتممنا النداء للخمس النجوم الأولى، خمس انطلقت وتحدت وتنافست ومطلوبها الرئيسي هو سيارة هذا الشوط والزعفران المرصود عند خط النهاية. نعود متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط إلى خيرة، خيرة بن صميخ مع أول المراكز، جار الله بن سعيد آل صميخ من يتقدم وينطلق مع خيرة على أول المراكز متأملة بأن ترسل السلام إلى أبناء ميدان التحدي ميدان الشحانية حاضرين ومنطلقين بتحديات خيرة على المركز الأول. المركز الثاني، هذه مطره مع ثاني المراكز بتحديات أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع المركز الثاني، هذا هو الفيلسوف وشعاره الحاضر مع مطره على المركز الثاني، ولكن الإعلامي بمقربة من الصدارة مع شواهين سطام بن علي بن شبيب السهلي حاضرا ومنطلقا مع هذه البطلة. نعم، هذه البطلة التي يشهد لها ميدان الشهيد بإنجازاتها وبطولاتها صاحبة نقاط رئيسية تتواجد وتنطلق مع المركز الثالث ممنية النفس بانتزاع السيارة وإبقائها في ميدان الشهيد. نقلتنا إلى المركز الرابع، هذه هي طواري ملحان بن راشد بن حبيبة المري متقدما مع طواري على المركز الرابع، يتقدم هنا بن حبيبة طارق
طامحا بالسيارة، طامحا بالسلام والانتصار. ابن حبيبة وكعوايد بتحديات طواري على المركز الرابع، نقلتنا إلى خامس المراكز. هنالك لا زالت انطلاقة شعار بن مرخان لا زال منطلقا ومتحكما على المركز الخامس بتحديات الوسمية، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مع المركز الخامس. هكذا متابعين الكرام أتممنا النداء الثاني لهذه للنجوم المتواجدين على الخمس المراكز الأولى. 4 كيلومترات قد انطوت صفحاتها وتبقى مثلها 4 أيضا هي الفاصلة عن هذه السيارة، عن هذا الانتصار الكبير، عن هذا اللقب المثير. لا زال بن حمدون مسيطرا على الصدارة ومنطلقا ومتحديا بتحديات مطرى على المركز الأول، مطرى على الصدارة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم لنا مطرة على أول المراكز بتحدياتها ومنافساتها. المركز الثاني، المركز الثاني فهي خيرة المتواجدة بشعار جار الله بن سعيد بن صميخ، حاضر ومنطلقا بتحديات خيرة على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين، يا سلام، شواهين الإعلامي متواجدة وحاضرة بمنافسة سطام بن علي بن شبيب السهلي مع المركز الثالث، متقدما بانطلاقة شواهين على المركز الثالث وحضورها الممتاز والشيق مع ثالث المراكز. المركز الرابع هنالك بن حبيبة من يتواجد مع طواري ملحان بن راشد بن حبيبة المري، من يقدم لنا طواري على المركز الرابع بتحدياتها ومنافساتها هنا مع انطلاقة بن حبيبة على رابع المراكز. ويبدو للأربع المراكز الأولى قد انعزلت عن الشوط لتشكل لنا شوطا جديد وتحد جديد ومنافسة جديدة. وخامس المراكز هنالك بن مرخان مع الوسمية، ولكن نعود إلى صدارة هذا الشوط إلى المركز الأول. الله يا طواري، هذه هي طواري مع صدارة هذا الشوط، أو نعم المنطلقة مطرى لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي، حاضر ومنطلق بتحديات مطرى ومنافساتها مع صدارة هذا الشوط. الفيلسوف يحضر وينطلق مع مطرى بعد أن قدم لنا الزناتي حيث خطف كأس الثنايا القعدان وأرسل السلام إلى أبناء الإمارات بتحديات الزناتي، ويحضر الآن مع مطرى في هذا الشوط، شوط السيارة مع انطلاقة مطرة، وطامحا بأن يسجل النقطة الثانية وأن يرسل السلام إلى أبناء الإمارات الذين طالما تميزوا في المهرجانات الدولية. يا سلام، المركز الثاني، هذه هي خيرة مع المركز الثاني، خيرة بتحديات جار الله بن سعيد بن صميخ مع المركز الثاني، من يقدم لنا خيرة مع ثاني المراكز مع ابناء الشحانية. يا سلام، هذا هو شعار بن صميخ المتميز دائما والمنطلق مع خيرة على المركز الثاني، والذي يشكل الخطورة على الصدارة بمقربة من مطرة مع المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث ليرى ابناء ميدان الشهيد الحاضرين والمنطلقين مع شواهين سطام بن علي بن شبيب السهلي، من يتواجد مع المركز الثالث. ولكن إني أرى بن مرخان يستجيب للنداء مع انطلاقة الوسمية مع المركز الرابع بتحدياتها ومنافساتها.
خامس المراكز. مرحبا باللي وصلت، مرحبا بالمستشارة التي تنطلق مع خامس المراكز. لا احتاج للكشف لنعم لمعرفة اسم هذه البطلة، صاحبة الرمز في ميدان نجران، صاحبة الانجازات بشعار بن طحنون فيصل بن فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري، ولكن ايضا التسلل من اذكار بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. هذا هو الجنرال المنطلق مع المركز الرابع، هنالك متحديا ومنطلقا. الله 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 الله، شعار العطية انضم إلى المنافسة والتحدي مع نمارق عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. الكيلو متر الأخير يا أخواني، الكيلو الذي يفصلنا عن السيارة. ستة أسماء تتواجد في موقع واحد، مطرة الوسمية، نعم مطرة الوسمية، أذكار المستشارة، نمارق، شواهين، ولكن الشهواني تسلل إلى الصدارة، انطلق إلى المركز الأول الجنرال مع أذكار على صدارة هذا الشوط مع أول المراكز. يا سلام، مطرة مع المركز الثاني، مطرة بشعار أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. نمارق نمارق بدأت بالانضمام إلى المنافسة والتحدي بشعار العطية، ولكن ركود الأعصاب يسود في المقدمة. السيارة بالانتظار يا أخواني، الفوز مع من؟ الشهواني بثقة الكبار، الشهواني مع أذكار، أذكار أذكار أذكار، هنا تنطلق على المركز الأول. ويا ذكر الله على أذكار، يا ذكر الله على أذكار، من تنطلق بالسيارة بالانتصار. هنالك نمارق تحاول مع المركز الثاني بشعار العطية، الجنرال أم الحوت، ولكن الحوت مع الانتصار. سلامة للشحانية، سلام، تهانينا والف مبروك لحصول نمارق على المركز الأول وعلى السيارة بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. وثاني المراكز كان الحضور من مطر لأحمد بن مطر بن مايد الخيري، وثالث المراكز أذكار بشعار عبد الهادي بن خليل الشهواني، ورابع المراكز المستشارة بشعار فيصل بن فهد بن طحنون الهاجري، وخامس المراكز كان الوصول من الوسمية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. ما يزين مسايا ولا يزين نهاري، كون بالي لها يا جعلني ما عدمها. فالمجالس ما هي تطرال بايع وشاري، تذخر العزة فيها يلفلف عالمها. ساعة انفاس ابنا موسى وانتصاري، ما عرف وضع اللي مجرب طعمه. ما تقلب على التسعيره اللي جباري، لو يقولون قيمت هالعصر تستلمه. ابغي احطها في شاطها باختياري، تسبق وتنفرد لو كان عشرين ابن موسى. هيا مربها الشيخ داري، هذه الشيخ لا من شافها يغتنمها. كانها اللي على خوض الجموع انتحاري، فارس تستدير المهر يا نعمها.